والفرات والامتنان الله اكبر اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله الذي ارسل حين شاع الكفر في البلدان صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد اما بعد فاعلموا ان يومكم هذا يوم عيد عيد لله عليكم فيه عوائد الاحسان ورجائل الديار ورجائل الرجاء والغفران والغفران وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم بابي بهم ملائكه فقال يا ملائكتي ما جاء اجري ووفى عمله قالوا ربنا جزاؤه ان يوفى اجره قال ملائكتي عبيئي وإمائي فضوا فريضة عليهم خرجوا يعجي إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرامي وعلوبي والارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعوا مغفرة لهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله وأما أحكامه من صدقة الفطر والصلاة والخطبة قد كتبناها في الخطبة إلى التي قبلها نعم بقية مسألتان فيذكرهم الآن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أول قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم اتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكسر التكبير في خطبة العيدان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الحمد لله الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه بارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله تعالى والمعازفة على ذكر الله ألا خير الكلام كلام الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشلوه لمحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من أطاع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أبدل شامل رضوانك على السابقين أولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان خصوصا الخلفاء الراشد المهديين أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغد الله تعالى عمر الفاروق قام أساس الكفر الله تعالى عن عثمان ذي النورين كامل الحياء وقد الله تعالى عن وعلي المرسل الله الجبار رضي الله تعالى عن وعلى سيد شباب أهل الجنة الإمامين والهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيد النساء فاتية الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عميه المكرمين بين الناس أبي عمرة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما أولئك حزب الله ألا إن حزب الله المفلحون
الحول اللهم أيد الإسلام وانصره وأذل الشرك وأشراره اللهم وفق لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خير من الأولى اللهم انصرنا من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء والوباء اللهم احفظنا من كل بلاء والوباء اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم أين الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اكشف عنا قرونا اللهم ارفع عنا قرونا عن بلادنا وعن بلاد المسلمين اللهم أيد الإسلام وانصره وأذل الشرك وأشراره اللهم احفظنا من كل بلاء المسلمين اللهم احفظنا من كل مسلمين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أين الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد